السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. اليوم تغطيتنا عن تويوتا لاند كروزر جي اكس ار 2 2022، تويوتا لاند كروزر ال 300 الشكل الجديد. هذه حاليا تعتبر الفئة الأولى بوارد الوكيل شركة عبد اللطيف جميل. نبي نتعرف على أهم المواصفات وأهم المزايا. صحيح صورت السيارة قبل، لكن بشكل سريع اليوم نتكلم عنها طبعا بشكل برضو مختصر وجميل، لكن بتفاصيل أكثر. راح نتعرف عليها على أهم المواصفات وأهم المزايا وسعر السيارة. وقبل ما أبدأ بالتغطية، سعدني أخوة الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافة حساباتي مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات، تويتر، إنستغرام، وعلى التيك توك. وبسم الله نبدأ. وزي ما تشوفون متابعين الكرام، هذا الجيل الجديد من التويوتا لاند كروزر 2022 جي اكس ار 2. وزي ما نشوف التسمية جي اكس ار ال 2 او لاند كروزر ال 2، تعتبر الفئة هذه حاليا هي الفئة الاولى، يعني اقل فئة، لكن اعتقد ان مع الايام القادمة ممكن نشوف جي اكس ار ال 1، ممكن يكون هو الطراز الستاندر اللي بدون فتحة. عموما ما ندري سعر السيارة، حدود 264,500 ريال شامل الضريبة. راح نتعرف على أهم المواصفات وأهم المزايا الموجودة في هذه الفئة. طبعا تويوتا لاند كروزر حصل على شكل جديد، محرك جديد، غير جديد، كل شيء جديد، مع خفة بالوزن بالجيل الجديد. صار فيه وقود، صارت أفضل في أشياء فقدناها نعم، لكن ما زال في أشياء كثيرة موجودة بالسيارة. تويوتا لاند كروزر هي سيارة SUV متعددة الاستخدام، متعددة الاستخدام، يعني تستخدمها في كثير من الأشياء، سيارة مدينة، سيارة أوف رود، سيارة عائلية. طبعا صراحة السيارة هذه من السيارات المميزة والجميلة اللي بسوقنا الخليجي وبسوق العربي، ما شاء الله تبارك الرحمن، وكثير من الدول. سيارة ما شاء الله اعتمادية بالكامل. طبعا ابرز المنافسين بشكل عام نيسان باترول Y62 اللي هو يجي منها فئه الاكس اي، الاس اي، والبلاتينيوم والتيتانيوم. طبعا المحرك كلنا نعرفه انه صار 6 سلندر الفي 6 توين تيربو. الوكيل المحلي شركه عبد اللطيف جميل حاليا ما هي موفره الا هذا المحرك. طبعا بعض الوكلاء الخليجيين يوفرون محركات الاصغر اللي هو 6 سلندر اللي تنفس طبيعي. عموما بشكل سريع الفي 6 3.5 3.5 توين تيربو، حدود 409 حصان تقريبا، ما شاء الله تبارك الرحمن. محرك طبعا الناس تضايق اول شيء كسعه، لكن يوم نتكلم عن الاحصنه ما شاء الله افضل بكثير. كذلك ان غير السياره صار من 10 النمر، وهذا تغير كبير، خاصه ان الجيل السابق كان اكبر سعه او كان اعلى شيء بالنمر 8. نظام الدفع فهو كلي، دبل خفيف دبل ثقيل. لا ننسى نظام الدوفلوك، قفل الدفرنس الخلفي على فئة طبعا الجي اكس ار 2. باقي الفئات في منها يجي نظام زحف، وفي شيء ما شاء الله يجي فيها دوفلوك خلفي ودوفلوك امامي. عموما بشكل عام كنظام اوف رود الدوفلوك الخلفي نوعا ما كافي ووافي للسيارة هذه. المواصفات الخارجية طبعا نتكلم عن فتحة سقف وجميع الفئات بفتحة سقف. عندنا هذه مقدمة السيارة، تجي بإضاءات LED نهارية، النور العالي الواطي LED، لكن نلاحظ أنها بدون عدسات زي ما نلاحظ. الإشارات جاية هيلوجينية على هذه الفئة. عندنا غسيل الأنوار الأمامية وعدد 4 حساسات على الصدام الأمامي. جميع فئات الجي اكس ار حاليا متوفرة لدى الوكيل بدون كشافات ضباب. الجنوط الفئة هذه هي الجنوط الوحيدة تجي مقاس 18 إنش، باقي الفئات مقاس الجنط يجي 20. نوع كفرات دلوب ما شاء الله دائما او اغلب الاحيان تكون كفرات دلوب على تويوتا لاند كروزر. 265 على 65 والجنط بمقاس 18، ونلاحظ صار 6 صواميل على عكس الجيل السابق واللي قبله كان 5. صار نفس الجيل اللي قبل اللي هو اللي يسمونه ليلى علوي، اللي تذكرونه ابو رفارف 97 وتحت، نفس الحركه. طيب عندنا وطايه جانبيه، عندنا إشارات بالمراية، المراية راكبة على الأبواب. عندنا حناية عفش السيارة من الجنب. طبعا لا ننسى أن
تويوتا لاند كروزر حاليا قاعد يتكلم عن 70 عام على وجوده فوق الارض، 70 سنة على تويوتا لاند كروزر اصدار 70 عام. عندنا الجناح الخلفي، طبعا الجي اكس ار 2 تجي سلة عادية، العوارض الفئات اللي اعلى منها تجي نفس فكرة اللكزس الملاصقة للسقف، نفس الفكرة هذه. نروح للخلف، اربع حساسات خلفية، هوك خلفي، جي اكس ار 20 تيربو، انارات ال اي دي، اضاءات اللوحة الخلفية ال اي دي، بسم الله. الشنطة هنا يدوية، طبعا عندنا هذه العدة اضافية من الوكيل زي مطور الهواء، اشياء هذه اضافية من الوكيل، منتجات معتمدة من تويوتا، حقيبة السلامة ومطور الهواء، منفذ طاقة، انوار هيلوجينية. طبعا عندنا هنا علبة فيوزات، صراحة غريبة انها جايب هذا المكان، ايش السبب ما ادري، بس نسكرها. عندنا مساحة تخزين، كانت في الموديل السابق تذكرون كانت صندوقين او الشنطة تجي مقسومة نصين، فكان في مساحة التخزين في نفس الباب، هنا لا صارت بهذا المكان. الى الان اشياء عادية، يعني ما حد لاحظ الاشياء اللي فقدناها، يقول وش اللي فقدناه. اجل نبدأ بسعة خزان الوقود اللي كان سابقا 138 لتر، حاليا صار 110، صحيح انه كبير برضو يعتبر، لكن هذه سيارات أفراد تمشي مسافات طويلة وتدخل البر بمسافات طويلة، فصراحة دائما السائق مهتم خاصة يستخدمون أفراد بسعة خزان الوقود. الصرفية تحسنت، تحسنت بشكل كبير حتى أنا 4000 سي سي تنفس طبيعي. السيارة صارت تعطيك 10.1 كيلو لكل لتر بنزين. التقييم سيء بدون شيء جدا، بس لازم تعبي له 95 خاصة احنا نتكلم عن شيء توين تيربو، محرك تيربو يحتاج الى قوة، يحتاج الى صراحة وقود عالي كفاءة، وبيعطيك ان شاء الله الصرفية هذه مع خفة رجلك. اصور لكم المحرك، بسم الله. شوف المحرك الجديد، انا صراحة ما ادري ليش احسه شبيه بمحرك الليكزس الاس 500، احس في شبه بينهم، ما ادري وش السبب. حتى الجير 10 سرعات، لكن اللي في اعتقادي الشخصي ان هنا المحرك يكون مثلا طبعا اللي انا تحليلي ان المحرك هو نفسه، لكن هنا في تطوير ان يكون المحرك على سيارات افرود تحمل اعلى، يعني في تحسينات هنا اكثر، لكن اعتقد بلوك واحد، هذا الشيء شخصي يعني تحليلي الشخصي. وان تيربو نلاحظ السياره فيها توربوين، شوفوا ما شاء الله الفلاتر اللي هنا، شيء خيالي صراحه ما شاء الله. سكر قطع المحرك، الحركة هذه اللي جاية صراحة حتى في الجيل السابق اللي هو 2021 كانت موجودة. سكرنا غطاء المحرك، الآن ننتقل للمواصفات الداخلية. خلونا نتعرف على المواصفات الداخلية، وأول شيء نصور لكم مفتاح السيارة الذكي، هذا هو. إغلاق سنتر لوك، فتح السنتر لوك، لا فيها تشغيل عن بعد ولا حتى فتح شنطة كهربائيا ولا تشغيل جهاز الإنذار عن بعد. طيب الدخول ذكي، منفذ السائق والراكب، نتأكد قد يكون فقط منفذ السائق، بس السيارة جديدة يا عبد الرحمن لا تفتي شيء من راسك. نعم موجود هنا، أول ما نفتح الباب، طبعا ما زال تويوتا لاند كروزر سيارة يابانية، تجميع ياباني، يعني الياباني ما زال يفتخر بهذه السيارة، يحاول قدر المستطاع أن يكون في مصانع. طيب هذه السيارة من الداخل، على فكرة المحرك أرقام أفضل حتى محرك سكويا عشان تكونوا بالصورة، فمحرك جبار يعتبر. مو بكيفهم إن نزل المحرك الياباني، وده يعطيك 8 سندر، وده يعطيك 10 سندر، ما عنده أي مشكلة، لكن في شروط دولية على المحركات عشان الانبعاثات إلى آخره، فيعني نوع من أنواع حماية البيئة صار يلزمون بمحركات معينة. طيب هذه السيارة من الداخل، المقاعد شاموا، تصميمها جميل، التلوين فيها متناسق جميل جدا، مقعد السائق كهربائي. نروح للصف الخلفي او الصف الوسط كذا افضل نقول، بسم الله. صراحه ما ادري هذا هو الاضافي من الوكيل، الظاهر هذا منفذ الطاقه الاضافي من الوكيل، لان مسجلين منفذين طاقه يو اس بي او منفذ يو اس بي مزدوج اضافي. طيب
هذا المكيف الخلفي. طبعا في اوتو على فكره، يعني هذا مكيف اوتو، لاحظوا تحطه اوتو، هو على حسب حراره الجو يقيم الاوت. طبعا التحكم بالتكييف هذا ما له دخل بالفتحات هذه، هذه الفتحات تابعه للمكيف الامامي تقدر تفصل. عندنا اربع فتحات تكييف خلفيه، طبعا بارد فقط. هذه الانوار الهيلوجينيه مساكات، وبرضه فيها علاقات الملابس، هذا شيء مهم. الصف الخلفي، وهذه احد الاشياء اللي خسرناها. طبعا صار اصغر، انا اشوفه صار اصغر، ومرقعدين فقط على عكس الجيل السابق اللي كان ثلاث مقاعد ولهم احزمه الامان. فالسياره كانت ثمان ركاب صارت سبع ركاب، وهذه احد الاشياء صراحه اللي اعتبرها سلبيه. هنا حاملات اكواب كذلك، هناك في حاملات اكواب يعني بسم الله. طبعا برضه هذه فرشات تايلاند، منتج معدن من تويوتا، عليها يعني سكر تويوتا. لاحظوا يا جماعة الخير عشان برضه ما حد يقول والله تركيب على مزاجهم. لاحظوا يا جماعة هذه إضافية من الوكيل لكن من تويوتا، بس تويوتا حق تايلاند أعتقد، زي ما تلاحظون تصنيع تايلاند، بس الوكيل يكتب كل شيء إضافة على السيارة ما هو من المصنع فيتسجل. طيب حاملات الأكواب هذه موجودة هنا، شوفوا جمال التكاية، مقاعد الشموة. بسم الله كذا ختمنا. هنا هنا جلد جاي بلاستيك وفي طراوة، المقبض باللون الأسود، الزجاج أوتو لمسة واحدة. طبعا لا ننسى الرفارف اللي صارت بالموديل هذا. بسم الله هذه السيارة من الداخل يا جماعة الخير. طبعا الكرسي حق الراكب يدوي، نسينا نتكلم عن هذه النقطة. عندنا الزجاج بالكامل اوتو لمسة واحدة، والمراية كهربائية وفيها خاصية الطي الاوتوماتيكي زي ما نلاحظ. السنتر لوك موجود، دركسون جلد ثلاثي، اوامر صوتية، تحكم بالنظام الصوتي، مثبت سرعة، وعندنا هنا التحكم بعداد الرحلات، شاشة صغيرة طبعا اعتقد 4 انش وحاجة باللغة العربية، مستوى صرفية الوقود الى اخره. ما كانت موجودة بجميع فئات اللاند كروزر، كانت فقط محصورة بالجي اكس ار جراند تورنج، الشاشات هذه اللي فيها عداد رحلات وفئات الفي اكس ار، الار بي ام، الحرارة، البطارية، عفوا الزيت هنا، البطارية، السرعة، تنك الوقود، وحرارة السيارة هنا. الانوار فيها وضعية اوتو بحيث انها تلقائيا بالليل تشتغل وبالنهار تطفي. المساحات الأمامية والخلفية من هنا. طيب زر التشغيل الذكي، شاشة معلومات إضافية من الوكيل أعتقد 9 إنش، منتج معتمد من تويوتا، تدعم خاصية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي موجود فيها، وفي زر عشان أشغل الكاميرا الخلفية. الصراحة ما أدري ليش كذا، أحس الزر كذا مصعبها صراحة، الزر مصعبها. أو دقيقة لازم أحط ريا بس. لاحظ الزر من هنا، إي هذا هو، هو الزر جاي زاوية في فئة الجي اكس ار 2 جاي زاوية، الثانيات لا يفتح لك الكاميرات المحيطية على طول. طيب خلصنا موضوع الشاشة ومنتج معتمد من تويوتا. يوم ندق ريوس للمعلومية، لاحظوا الحين بدق ريوس المرايات تنزل مربوطة مع ريوس السيارة على حسب الوضعية أن تحفظها. مكيف السيارة اللمس تحكم منفصل بين السائق والراكب، لا ننسى أن برضو التكييف الخلفي أوتو، هنا برضو أوتو موجود، وهنا في شاشة طبعا المكيف حق السيارة. حاليا نتكلم عن الدفع الرباعي، السيارة دفع رباعي مستمر ما يحتاج، عندنا هنا الدبل الخفيف وهو توزيع القوة يعطي أقوى شوي من الدفع الرباعي اللي فيها، توزيع العجلات الأمامية، بعدين هنا الدبل الثقيل. ولا ننسى ان السيارة فيها نظام الدفلوك الخلفي، نظام الزحف حسب ما قريت في كتيب الوكيل انه يجي على الفئات اللي اعلى منها الجي اكس ار 3 وال 4 يجي فيه نظام الزحف. طيب عندنا زر درايف مود، ما كان بالجي اكس ار زر درايف مود، بس عموما هذا هو من هنا اتحكم فيه. ثلاث وضعيات القيادة، نورمال طبعا سبورت ونورمال وايكو. السبورت هي الوضعية الرياضية، والنورمال هي الوضعية العادية، والايكو هي الوضعية الاقتصادية. السيارة فيها تحكم في الانوار طبعا من هنا،
وعندنا زر ستارت ستوب لتوفير الوقود اللي يطفي عند الاشاره ونظام تراكشن. الله يعينكم على نظام ستارت ستوب. صراحه ما ادري هل هو باللاند كروزر. والله شكله شغال تلقائي. طيب عندنا مساحه تخزين موجوده هنا. طبعا جرانت كهربائي بخاصيه اوتو هولد. على فكره الليكزس 2021 في الكامل ما في اوتو هولد. فكره الدرج هذا اللي فيه هنا طبعا في منفذ طاقه بالدرج. بسم الله سكره. وحاملات الاكواب عدد 2. طبعا هذا اللي يرفع الكوب حق السائق ممكن يكون معاه كوب كبير او يعني يعطيه مساحه لتحت اكثر او معاه كوب صغير استخدم القطعه هذه فحافظوا عليها عشان ما تطيح. طيب نروح للتكايه. طبعا تكايه وفيها مساحه تخزين هنا فقط. الباقي ثلاجه. لاند كروزر غني عن التعريف في موضوع الثلاجه وتحسه في الدي ان اي حقه. يعني نادر ما تلقى لاند كروزر بدون ثلاجه. وعلى فكره تفتح الثلاجه ميزتها هذه تفتح من ثلاث جهات. الجهه هذه والجهه هذه والجهه طبعا معلش مو من ثلاث جهات. تفتح من ثلاث طرق. من هنا ومن هنا ومن هنا عشان الراكب الخلفي اذا بغى يفتح الثلاجه عشان ما يقول بابا افتح لي الثلاجه بطلع عصير. خلاص اهم شيء ابوك ما يكون متكي بس انت تستخدمها وافتحها. طيب ننتقل للمرايه الداخليه. طبعا مرايه تعتيم نفس الشكل السابق. انوار السقف LED الاماميه الخلفيه صراحه جايه هيروجينيه يعني ما يحتاج. دقيقه هذه هي شمسات فيها مراية مع إنارة هيلوجينية. شمس السائق كذلك الراكب. طبعا المايكات جاية هنا صراحة بس ما أدري هل هي فعالة أو لا من المايكات اللي فيها. لأن هنا فيه الظاهر مايك ما أدري هذا السيت ولا المايك بس أنا شايف في مايكات فوق. يعني إذا كانت حق الوكالة اللي فيها نظام صوت يجي بيلا أكيد تكون شغالة. طبعا الدرج الأمامي مقسوم قسمين. وطبعا هنا اللي سنتر روك في باب الراكب. الأمن والسلامة. طبعا صراحة اللي لاحظته في الجيل هذا أنا صار حتى أتكلم عن جكسار وفي إرباقات للركب فمطورين السيارة. يعني فرامل ABS نظام الثبات الإلكتروني حساس كفرات إرباقات أمامية وجانبية وطبعا عدد 7 أحزمة أمان. هذه هي ابرز المواصفات متابعيني الكرام. ما شاء الله تبارك الرحمن تويوتا لاند كروزر بالتطويرات الجديده. احنا قاعدين نتكلم حاليا عن اسوح فئه. في ارتفاع بالسعر لكن في تطور بالمواصفات. في محرك صار ما شاء الله تورك فيه جدا عالي. محرك جديد مواصفات جديده شكل جديد بالكامل. في سلبيات كذلك في ايجابيات فما نقدر نحكم. اللي حاب اكيد يعني حاب اللاند كروزر فبيشتريه مغمض. سيارة اعتمادية، سيارة قوية، سيارة صبورة، سيارة غنية عن التعريف. شوفوا ما قاعد يعشق لازم امشي عشان يعشق. عموما الجير 10 نمر ما شاء الله. في حاجة مهمة لازم تنتبهوا لها. بالخليج متوفر المحرك القديم 4000 سي سي والجير بيكون 6 نمر. لكن وارد الوكيل للآن المواصفات الموجودة في الموقع طبعا 10 نمر. طولت عليكم متابعين الكرام. أتمنى تكون عجبتكم المراجعة التفصيلية واعتذر عن المراجعات السابقة. بعض الأحيان تكون في ظهر وتعب وناشر ببعض الناس عشان أصور لهم السيارة فاعذروني يا جماعة الخير أني ما قدرت بالتفصيل الممل. هذه المراجعة صراحة نقدر نقول تقريبا أنها أكثر شيء موجودة. إن شاء الله يجيني الجكسار 3 أبفصله لكم ونذكر أهم الفروقات. يجيني الجكسار 4 كذلك الفيكس والفيكس ار حتى ان شاء الله اذا جانا خليجي نشرحها بالكامل. الى هنا متابعينا الكرام نكتفي بهذا القدر عن تويوتا لاند كروزر جي اكس ار 2 2022 وارد الوكيل شركه عبد اللطيف جميل.